منتدى الحياة. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. بينا توا في الاستماع بدينا معاكم المشوار من ماضي ساعتين ومازلنا مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية. موضوعنا لليوم هو الميراث. طرحنا عليكم الموضوع هذايا لأنه موضوع مهم برشا، خاصة وأنه اليوم فما برشا عائلات تونسية تعيش على وقع قطيعة، قطع صلة الرحم، مشاكل اليوم بين الإخوة، والسبب هو الميراث. عادة نلقاو عائلة كاملة ما يتكلموش مع بعضهم، وإلا إخوة ما يحكيوش مع بعضهم، وسبب هو قطعة أرض وإلا منزل وإلا ما نعرفش. إحنا ساعات نتعاملوا مع الميراث كأنه غنيمة متاع حرب، ولازمنا كل واحد لازمه يفك البارتي متاعه. ونحكيه زاد على بعض العائلات اللي يبدأ الشخص اللي بيشورثوه الأب وإلا الجد وإلا أيا كان يبدأ هو مازال حي، وهما يبدأوا يتعاركوا على الميراث. قبل ما نبدأ معاك أستاذ فيصل المختص والمعالج النفسي اللي نعود نرحب بيك مرة أخرى. مرحبا. شكرا. مرحبا بك، يعيشك. نسمعوا راي بعض المواطنين في الميكرو تروتوار هذايا ومن بعد نرجع معاك للنقاش. والله احتمال تكون الخصاصة هي تمثل الشيء هذا، هكا الرأى اللي ما ساعة لساعة تلقى العيال مش هم يتفاهمون في بعض، ما تلقاش شكون اللي يحكم، ما تلقاش شكون اللي يساند، ما تلقاه ما يتفاهموش في بعضهم. أمور ممكن خصاصة، ممكن مشاكل موجود في تونس، اللي برشا ناس اللي تعارك على الورث، ظل كبوه موجود وحي على قيد الحياة، تلقاهم يعملوا المشاكل يتعاركوا على الورث، وهذا الشيء مش به، هذا ما نحبوش نراوه في تونس. هي الدنيا تغيرت بطبيعتها، وثانية حاجة الورث هو عبارة كأنك حطيت للأخوة حطيت لهم نار تشعل ما بيناتهم، من الأفضل ومن الأحسن ومن اللي يكون خير يقسموا. الوالدين قبل ما يقصدوا ربي يقسموا على بكري ويعملوا كل حد يعطيه باش تبدأ الأخوات ديما مع بعضها وديما ملمومة، يفرق ويوصل للقتل ويوصل للموت ويوصل حتى للقلة سلسلة الرحم تتنحى. احنا مذبينا لو كان جينا نعرف الدنيا مازالت بخير، والله العظيم ما يبكي حد على أخوه. طيب الدنيا تغيرت ولات ماهيش هي الدنيا، وان شاء الله ربي يهدي الناس الكل وربي يصلح حال الناس الكل، وان شاء الله ربي ينزل علينا الستر من عنده ونطلب الرحمه والغفران من ربي. موجوده مش موجود، اما هذيك اخي بحيش علاش؟ على خاطر الوالدين مش يقعدوا في قله الرحم، في قله الرحمه. وبالنسبه للاخوات اعطيهم الدنيا ما يهمهمش، فهمت؟ لو كان جات لسخاف ربي أي عنده كل عند خوه كيف كيف، خاطر المحبة تنحيت من القلوب، وما عادش خوه يسأل على خوه، وهي من عهد القديم القديم هابيل وهابيل وقبي معناها من أول الدنيا الحكاية هذية متاع القطع ومتاع. أما ربي يهدينا على بعضنا وربي يصح الحال بجاه رسول الله. رجعنا معكم من جديد. كنتوا تسمعوا في بعض الآراء بتبيع هذه بعض الآراء اللي بون بريسك كلهم نفس وجهة النظر. البعض فما شهادة قعدت في معناتها جلبت لي انتباهي، المواطنة اللي تقول لي المحبة تنحات من القلوب حتى بين الإخوات، شو رأيك أستاذ؟ هو مش المحبة، أي محبة كنتيجة. أنا نقول الإنسان أي كان في تونس في أي مكان في على الأرض منذ خلقت الإنسانية محتاج لتنظيم حياته الاجتماعية، علاقاته العائلية، علاقاته مع الآخر، محتاج إلى بعض القيم العليا اللي تسير حياته وتنظم حياته. الدين جاء في هذا النطاق، الدين رب العالمين مش محتاجنا باش نصليوله ولا نصوموله ولا مش محتاجنا، الدين هو أساسا بعض القيم والقواعد اللي تنظم حياة الإنسان. علاش رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول إنما الدين معاملة، معاملات بين الناس. الدين الأساسي يتبين في علاقتي بالآخر، علاقتي بنفسي وعلاقتي بالآخر. التقية هي أنك تكون في علاقتك بالآخر واضح وتتبع قواعد، وما تتركش النفس الأمارة بالسوء هي اللي تتحكم في أهوائك وفي الاستثارة وفي المهنة. جات أنه لما الإنسان تغيب عنه القيم ويغيب عنه مفهوم الدين الصحيح يصبح عرضة لهوى النفس، والنفس ما يشبعها شيء، وهنا تصبح المحبة منقطعة من القلب. رب العالمين هو محبة، رب العالمين وقواعده محبة، هو ألفة
هو مجتمع مسالم. احنا للأسف تركنا الدين على جنب، الدين في قواعده وفي مفاهيمه، واستبدلناه بمعتقدات خاطئة، معتقدات بالية تلبي أهوانا. وهذا اللي رب العالمين في القرآن يقول جعل إلهه هوى. إنسان رب العالمين ربه ولا هواه؟ هو ما تهوى نفسه. ضروري نعود إلى النص القرآني، نعود إلى الدين الصحيح. رب العالمين يقول يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء. إذن لما نقتنع أنه ما أملكه في الدنيا هو رب العالمين هو اللي يعطيه لي حسب قواعد وبالحلال، ما عادش نتلهف باش ناخذ باي غيري، باش نستحوذ على باي غيري، باش نستحوذ على حاجة مفروض ما تكونش لي تكون للآخر. والقليل اللي يمكن يكون عندي لو يبارك فيه رب العالمين يمكن يولي كثير، ويمكن أنا هي يززيني كما نقوله بالتونسي، من احتاجش، من تلهفش. للأسف هالقواعد هذه كلها ضاعت في حياتنا، ونسينا النص الديني القرآن اللي يحث على العدل وعدم الظلم، وأصبحنا هالتذرع كتعلافك، معناها إنسان كأنه بقي ناخذه بالقوة، ما ناخذوش وناخذه بالتزروين وبالخبث، وما ناخذوش بقواعد اللي رسمها رب العالمين في تقسيم الميراث، في توزيع هالثروة المجتمعية اللي حولنا. هذا هو الأساس في يعني اليوم أستاذ حسب رأيك، وإلا الأسباب الرئيسية للمشاكل اللي تصير بسبب الميراث هو مثلا تقول أنت اللهفة، وإلا معناتها أنه الإنسان ولا يجري برشا وراء المادة، ولا يتبع أهواء وما عادش يتبعك المحبة والعلاقات الاجتماعية، خاصة وقت اللي نحكيه على علاقات أسرية بين الأخوة. راهو معناتها هذه فما عائلات نعرفهم سنوا قانون يخالف رب العالمين، يقول لك الأنثى ما ترثش مثلا، وفما ناس في البوادي يقول لك ما نورثوش الأنثى لأنه إذا ورثناها تأخذ نصيب من الأرض ومش تهزوا لدائر عائلة رجلها. معتقدات هذه لا علاقة لها بالدين. في سورة النساء آية 6 يمشوا يشوفوا الناس، يقول رب العالمين بالنص ما معناه لكي لا أحرف، يقول لك للرجال نصيب فيما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب فيما ترك للرجال نصيب فيما ترك الوالدين وللنساء نصيب. هذا رب العالمين بعدله لم يحرم النساء من الميراث. إذن ما نجيش احنا بقاعدة معينة نخالف فيها النص. معذرة احنا مازلنا مواصلين معاكم منتدى الحياة، بعد شوية نرجع مع الأستاذ فيصل للنقاش موجب الأخبار. من جديد في منتدى الحياة، مرحبا بكم الناس الكل، نعود نذكركم 70-35-120 على ذمتكم، كلمونا وشاركونا. اليوم موضوعنا في منتدى الحياة هو الميراث. الميراث اليوم للأسف يتسبب في قطيعة بين العائلات وقطع صلة الرحم. معنا بالتليفون مدام سيدة، مرحبا بك مدام حميدة. مرحبا مدام سيدة، تكون معنا بعد شوية بالتليفون. مرحبا مدام حميدة. مرحبا بك انت على موجات الحياة فيم ساعة، مرحبا بيك وشكرا لي انك قبلت باش تدخل معنا. كما قلت موضوعنا لليوم الميراث، حسب رايك اليوم كيفاش هالموضوع هذية ولا يأثر على العائلات، ولا يتسبب في قطيعة، ولا يتسبب في خلافات حتى ما بين الاخوات؟ هاي كيفاش ترى انت معناتها اليوم الموضوع هذية كيفاش قاعد يأثر على العلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية حتى ما بين الاخوات؟ قاعد يأثر على العائلات، وقاعد يبعد فيهم على بعضهم، حتى أولادهم في بعضهم، أولادهم هما أولاد الوراثة ما يكلموش بعضهم. علاش؟ على خاطر وسخ دار الدنيا، هي ديما هي ما يدوم شيء راهو، أما تبقينا أنا في وجهة النظر بتاعي اللي عاد خويجة مش يحب يقسم بين العائلات، يقسمها هو وهو حي ويقعدوا ديما كتلة واحدة، ديما يحبوا بعضهم، ما يبعدوش على بعضهم، ما يقطوش بعضهم، خاطر هذيك هي سنة الحياة. راه شنو أنا عندي ميراث بابا كتبهولي باسمي، وكتب ما كتبش باسم ولد ولاخو،
والا خليها وهذاك يحوز والاخر يحوز والاخرين يقعدوا تالي بليش، ما باش تصير القطيعه وباش تصير برشا مشاكل. أنا هذا وجهة النظر تاعنا. هاو معنا الأستاذ فيصل الكعبي المختص والمعالج النفسي، نجم يعطينا وجهة النظر هذية اليوم. إذا كان البو مثلا قبل ما يموت يقسم الميراث، هو يقسمه عسلمة مدام حميدة، هي مسألة مش وجهة نظر شخصية، ومع احترامي لوجهة نظرك وصحيحة لوجهة نظرك، لكن نقول نخرج من وجهة النظر إلى ما أقر رب العالمين. إذا نحن نقبل أن رب العالمين هو الحكم بيننا، هو الحكم بيننا وبين صغارنا، بيننا وبين الناس، نخرج من وجهات النظر الشخصية لأنه يمكن ننحرف به بعض الشيء. رب العالمين قال أنه يهب الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء. رب العالمين هو يعطي الملك، مش الناس تأخذ حقها بداها. لكن دكتور هكا في سورة النساء مذكورة يعني المراه تاخذ والسول ولدش ياخذ، هذا هو هذا هو هو رب العالمين قسم. رب العالمين ليس بظلام للعبيد، يقول لك كل واحد اعطي ميراثه، اعطي حقه، كل واحد تعطي حقه. ما فماش واحد يجي بو يكتب الولد كل الميراث ويحرم الباقي، هذا يخالف رب العالمين. ما فماش واحد يرضى أن أبوه يكتب له كل الميراث ويحرم أخواته، هذا ما يرضيش رب العالمين. هذا احنا في المجتمع كان احنا نتبعوا لقلبها ربي، هذا هو فما أولياء ما يتبقوا، وهذا غلط. إذا يقبلوا هما يعصيوا رب العالمين وقاعدين يعملوا في إثم على أنفسهم. ضروري الإنسان، كل إنسان يأخذ. أنا نعرف بو جه واحد من الأولاد قال له أنا ما حاشيش أعطي لإخواتي، قال له لا أنت ما حاشتكش، هذه مشكلتك أنت، أنا نقسم بالعدل الميراث، انت بعد ما حشتيش بنصيبك تعطيه لاخواتك، هذاك شأنك انت. هذا انسان يخاف رب العالمين، يقول لك انا نقسم كما قال ربي، وانت بعد ما عينكش صدقوا واعطيه لاخواتك مش مشكلة. اما مفروض نحرص الناس، انسان يحرص انه يرضي رب العالمين باعطاء كل انسان حقه، ما يحرم حد. انا مثلا يا دكتور بابا مقلل ميراث لكن مكتوب لي حتى حتخليها مسيد، ايوه، لكن هو بابا عنده امراه اخرى زيد منها الصغار، ايوه، لكن امي هي يعني الثانيه الصغيره ما لحقنا منهم شيء، معناها حتى كيف اخذيه واخذيه كل شيء الباهي لهم هما، واحنا عطاونا ارض بور لا فيها السجرة تنبت ولا حتى شيء. هذاك ما هو بالطبيعة، هذاك ربي باش يحاسبوا عليه، أكيد بابا يرحمه خاطي، أما باش يحاسب اللي خذاه اللي خذاه. فما ناس تتحايل وتتخبث باش تاخذ الأحسن ما يمكن من نصيب الإرث ويخليه للباقي، هذو ما ناس رب العالمين ما يبارك لهمش أول حاجة فيما خذوه، وثاني حاجة اللي فاتته حاجة وضاعت منه حاجة والأخرين ما عطوش حقه، إذا نعتبر أنه فما رب العالمين هو اللي يرد الحقوق، أنه يعوضك عما خذاه لك لآخر بالباطل، رب العالمين يعوض. لأنه ما فماش إنسان يستحوذ يخلي هواه، يخلي الطمع متاعه يأخذ بالخبث، يأخذ باي غيره وربي مش يبارك له فيه، يركب أثام على نفسه، يمشي نهار القيام مش خلصها، وما ينتفعش باللي غار عليه في الدنيا، ما ينتفعش به. ضروري هاني عندها تقع القطيعة، هذي هو للأسف. مدام حميد سامحني برب، نحب نسألك انتوما حتى كي كان ما تمش تقسيم الميراث بالعدل ما بيناتكم، تقول انت لو انتم اخذتوا ارض بور، فما قطيعه صارت ما بيناتكم ولا لا؟ فما مشاكل، فما خلافات؟ والله احنا توا كيف يجيونا مثلا بعد قديش نتلاقاو ولا حاجه عادي جدا، ما يا بي المفيد ما كبرناش ولا قطعنا ولا لا، مستحيل. احنا لا، احنا اللي نسالوا، احنا اولادهم، اولاد بابا الصغار، احنا نسالوا على الكبار.
وهذا من حسن الأخلاق ومن طيبة النفس. ضروري أن الناس مرة أخرى لو نقتنع مرة أخرى لو نتمسك لو نعتصم بحبل الله ونتمسك برب العالمين وهذه قوتنا. لو نتمسك برب العالمين قول يقول لك اللي خذلك ما ضيع لك اللي خذلك خبالك لأنه نعرف أنه نصيب اللي كتبه لي ربي اللي كتبه لي ربي مستحيل يضيع مستحيل يضيع حتى ولو خذاه لاخر ربي مش يعوضني. إذا نتجاوز أنا معمل معايا سيئة وخذ لي باي نتجاوز الأمر ذا ونبقى صلة الرحم نبقى متعهد بها ونقول رب العالمين أكيد يعوض لي في دنيتي ويعوض لي في آخرتي في أولادي حتى في أولادي عوض لي ربي حتى في أولادي في أولادك هذا هو مذا اللي طيب النفس وطيب القلب ومخليش في القلب غصة أنه مو واحد خذالي من ميراثي مش مشكل رب العالمين فما حاكم ما يرضاش الظلم ويعوض لك هو مش يمشي بالذنب اللي خذاه يدبر راسه قدام ربي اما انت اللي ضاع منك شيء رب العالمين عوضه لك في صغارك في ملكك في رزقك في نعم وهذا هذا هذه الايمان راهو الايمان مجعول باش يطيب النفوس ويعالج الجروح اللي في النفس. مفروض النفس ما تشقاش بالحركات هذه اللي مش باية ما نشقاش بها في الدنيا وما نكدرش القلب بحوايج كما قلت انت وسخ الدنيا ما نكدرش بها قلبي ما نكدرش بها قلبي وربي طيب ربي طيب القلوب ان شاء الله يعطيك الصحة مدام. تفضل 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 كمل لنا كلمة. نحب نسأل الدكتور بالله يا دكتور انتو بالنسبة للميراث فما عنا مرت خويا عندهم ورثة يلي انترا يمشوا باللي قالوا ربي معناها المرأة الشيخ والراجل الشيخ هو هذه فما قواعد في الإرث يمكن الشرع يقول فيها أكثر مني أما رب العالمين كتب في آية النساء كنت تذكر فيها أنت في سورة النساء في آية 6 يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدين والأقربون وللنساء نصيب نصيب كل واحد له نصيبه حسب القربة لأنه الناس كل ما تورثش وذي غلط اللي يقول لك معناها غلط معتقد غلط قاعدين نكرر فيه يحطوا قاعدة يقول لك للنساء للذكر مثل حظ الأنثيين هالقاعدة دي ما تتطبقش في كل الحالات فما حالات المرأة تورث نص الرجل وفما حالات تورث كيفه تورث كيما يورث الرجل ويورث المرأة فما حالات المرأة تورث أكثر من الرجل هذه مفروض لو نمشي العدل شاهد عدل يقسم هالميراث مش يعطي لكل إنسان نصيبه سواء كان النص سواء كان أكثر من النص سواء كان الربع هذه حسب القربة وحسب مش حسب أنها امرأة ولا راجل حسب القربة حسب القربة موقعه من العائلة نصيبه يكون محدد فما حالات عشرات الحالات هذه وضروري شاهد عدل هو ولا محامي يعرف بقواعد الشرع هو اللي يقسم الميراث وما نركنوش لمعتقدات خاطئة نصنعها بعقلنا ونقول المرأة ما عندهاش الحق تورث ولا ما عندها حق تورث كان الربع ولا الشطر ولا النص هذه أمور هوى النفس والطمع متاع الناس هو اللي يخلي يحرم من الميراث امرأة ولا راجل ولا قريء ولا ولد ولا ربيب ولا أي كان. يعطيك صحة مدام حميدة على مشاركتك معنا. مازال عندك استفسار آخر للأستاذ؟ والله يا كلكم يعطيكم الصحة وبارك الله في الدكتور أو كفهمنا حاجات اللي كنا غايبين عليها وانت زادة بارك الله فيك يعيشك. وإن شاء الله إن شاء الله أنا خفيفة عليكم من ناحية الحديث متاعي معناها وقت اللي البنية برمجت معها هدايا انت راه صحيح ولا غلط أنا ما نعرفش على روحي أنا بالضبط ليه مادام هذه وجهة نظر بتبيع هذه وجهة نظر معناتها نحترموها ويعطيك الصحة على تفاعلك معنا تقعد معنا في الاستماع احنا مازلنا مواصلين معاكم في منتدى الحياة من توا حتى للأربعة متاع العشية 70-035-120 على ذمتكم ما تبدلوش الموجة خليكم برونشي معنا
معكم من جديد في منتدى الحياة. منتدى الحياة. منتدى الحياة. موضوعنا لليوم في منتدى الحياة هو الميراث اللي في بعض الأحيان يتسبب في القطيعة بين العائلات. معنا بالتليفون مدام كوثر بتشاركنا رأيها في الموضوع هذايا، وإلا إذا كان عندها أي استفسار حضور المختص والمعالج النفسي الأستاذ فيصل الكعبي. مرحبا بك مدام كوثر. مرحبا بكم وإن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله رمضانكم مبروك وكعرف بكري. يعيشك مدام، علينا وعليك إن شاء الله وعلى الناس اللي يسمعوا فينا الكل هكا بالمسابقة سبقنا لهم. يعطيك صحة مدام كوثر، كما قلت اليوم موضوعنا الميراث اللي ساعات للأسف الحقيقة يتسبب في قطع صلة الرحم ويتسبب في برشا خلافات حتى في العائلة المصغرة، مانيش نحكيه على العائلات الكبار، حتى بين الأخوة. نعم، بالنسبة للميراث أنا عندي رأي، وقبل رأي أنا ثم قانون هو القرآن نهبط به، وثم تفسيرات وثم ناس مختصة في الحوايج هذية، وصعيب الإنسان باش يدخل ويخوض في الموضوع هذا إلا ما يرجع على الأصل في شقال ربي وشقال الرسول عليه الصلاة والسلام. وهيك علاش احنا بعدنا الحقيقة من الأساسيات وكل شيء، مرجعنا التوالي، وخاطر علاش متعودنيش به من الصغرى. صغيرات ما يبدأوا مثلا ما يعرفوش أصلا شو معناتها ميراث، وكبرنا بيه وكبروا بيه حتى لين وصل للشيء حتى لين وصل للشيء معناتها اللي صغيراتنا كي يكبروا ما يعرفوش. يقول هذي كم تاعي من الصغيرة، هذي كم تاعي من هو صغير، هذي كم تاعي وهذي كم تاعي، هذي كم تاعي وهذي كم تاعي، فهمت؟ يكبروا بيها. كي يكبروا يقولوا لا انت عندك الشطر، ولا انت عندك الرباع، ولا انت عندك الثمن، ولا حسب القانون يقول، ولا بحسب معناتها الشريعة ولا الشرع شو يقول. تجي شيء صعيبة، تجي تقولك عليه معناتها كيفاش معناتها حال. أنا من رأيي بالنسبة للمعالجة ولا بالنسبة في إطار الإصلاح ولا حاجة كما هكيك، نولي نرجعوا للأصل في الشيء، والصغيرات نربيوهم بالصغرة اللي معناتها البو يزموه ما يفيزش واحد على واحد، ما يعطيش تفلهم وتفلي مثلا، ما يجيش الراجل يكتب ملكه لكل المرته، ما يجيش مثلا الجد يميز حفيد هذا والحفيد هذا لا. وانا خذ تجربه كيما هكا، حماتي الله يرحمها هبت تعطي معناتها، تخيل انت بنتها عندها اربع اولاد وانا عندي طفل لك هاو، وسلفي عنده طفل لك هاو، عندها حبت تعطي الاخت راجلي معناتها اربعه بايات وانا باي وسلفي باي، معناتها على حساب اولادها بيان سور، قالت نعطي كان للاولاد متاعش نعطي للبنات. فهمت كونتر بارتي، انا عندي ثلاثة بنيات وهو عنده بنيه، لا هيكم ياخذوش شو قال هذي؟ شفت الجهل معناتها بينه. للأسف والجهل، الجهل شو يعمل في البشر. وهذا بارك الله فيك، انت البداية تدخلك أكدت على الرجوع إلى الأصل، إلى النص، إلى ما قاله رب العالمين. إذا الإنسان يحط ربي في باله ويعرف أنه مش يلاقي رب العالمين، يحاذر ويمشي. إذا هو جاهل يمشي يسأل ذو المعرفة شنو القانون القرآني، القانون اللي ينظم حياتنا. رو نؤمن برب العالمين وما نؤمنش، كنت مسلم مش مسلم، مش هذه المشكلة. المشكلة في شنية القوانين والقواعد اللي تنظم مجتمعنا وتنظم عائلاتنا، وما تحدثش ضغينة، وضروري كلنا نخضع لنفس القانون. هذي علاش نديه بدولة القانون، نخضع لنفس القانون، ورأيي في القانون ما يسوى شيء. هو مدام القانون هو اللي يسير حياتي مع الآخر، ضروري نتعلم صغارنا إلى احترام القانون، احترام القواعد، ومش مسألة هواء. لأن هو حق، زيادة هو حق. للأسف أخي الكريم بالنسبة للحق والواجب يختلف المقياس متاعه والمعيار متاعه من أب وأم لأب وأم، من شخص من شخص. عائلة لعائلة تجي المعيار هذيك، ولدي نظف لي وركح لي وجيب لي الماكلة وجيب لي كذا، نعطيه هذيك تزبط. هذي ما عادش حق، هذي أصبحت الهواء، الهواء هو اللي هو اللي يحدد الأمور هذي. هذي صحيح كذا المنظور متاحهم هما، وهذي ما أنت رؤية وعندي بنتي ولا ولدي أنا مشني راضي عليه، نقول نحرمه من الميراث لأنه ما مشاش في طوعي. هذي مخالف رب العالمين، مخالف قانون رب العالمين. اي صحيح بالضبط، هذيك هو الشيء صاير سويكية، وربي يهديهم ان شاء الله ويهدي وليداتنا زادة كيف كيف. مو هدفنا من البرنامج هذايا منتدى الحياة هو
أنها إصلاح المعتقدات الخاطئة، لأنه فما ناس يقولوا هذاك هو، هذاك هو القانون الموجود، نقولوا لا، رفهم معتقدات غالطة. راو رب العالمين ليس بظلام للعبيد، رب العالمين ما يظلمش، ما يجيش يحرم المرأة ولا يحرم الراجل من ميراث، ما حرم حد. وحتى كيقول، وهذا احنا بعض مرات ما نعرفه من قوانين الميراث في القرآن إلا للذكر مثل الحظ الأنثيين، هذا جزء بسيط من القواعد. وراو حتى كي يحط القاعدة ذي مش ظلم للأنثى، وإنما هو عدل، لأنه عندما يحط القاعدة ذي للذكر مثل حظ الأنثيين الشيعة مقابلها، وذي إذا ننساو المقابل ننساو كل شيء، أنه الرجال قوامون على النساء بما كتب، هو اللي يصرف على العيلة، إذاك علاش أعطاه نص زيادة، بينما المرأة لما ترث نص بالذكر هي معفاة من الصرف على العائلة، الرجل ما عندوش حق يمد يده للميراث ذايا. هو لو نوصل لتطبيق قوانين رب العالمين، اليوم المرأة حتى كي تخدم الرجل ما عندوش الحق يمد يده لشهريتها إلا برضاها، ما عندوش الحق يمس نسبة كبيرة، نسبة كبيرة من العائلات اللي تسرقت وفات ومشيت على روحها الحويج هذية بالجهل. من تسلط أي رجل، وإن رجل الرجال قوامون على النساء ويوقف عند غادي، وهي ظلم، ما تظلموش الناس، رب العالمين ما يحبش الظلم، راو الظلم عواقبه وخيمة. رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، إذا نخرجوا من الدنيا ذي سالمين ضروري نعيد الحقوق إلى أصحابها، ضروري ما نظلمش النساء ولا الأطفال ولا اللي جاهلين بحقوقهم، نظلمهم وتعسفا. خاصة أنت وسيد الكريم سمحني قص عليك، تفضل. عنا جمعيات لا بأس بها، جمعيات ثقافية تتكلم ما شاء الله عدد لا بأس به، والله نداء من المنبر هذايا نطلب معناتها حملات تحسيسية، دورات تكوينية في المجال هذايا. وعنا رانا ما شاء الله جامعة الزيتونة في معناتها متخرجين اللي هما متكونين بالكدا كشيوخ بارك الله عليهم انت، وعلى ذمتهم معناتها، ولكن متروكين على جنب. احنا بليتنا في مثقفين للاسف، لما نجي كمثقف في داخل مجتمع ونحاول نبدي رايي، وانا مشني ضد الاراء الشخصيه، لكن ضروري انه نستوعب تراثنا، نستوعب القوانين، وما نخوش من الدين كان جمله ولا جملتين ونحاول نعممها، لانه ذا تغليط في قوانين الدين. القوانين الدينية تم عزوف زيادة، صحيح، تم عزوف كبير من الشباب على خاطر ما تميش معناتها وسائل تحفيزية، ما تميش تمكن له وسائل مع الرجعية وتغييب العقل، هو فماش وسائل توعية، صحيح. لا انت مش تعمل هيك الحاجة بس تدخل النار، خليك انا داخل النار ايش قراني ولا هذا هو يعني. ضروري انه في تربية الناس في الوعي نستعمل العقل ونستعمل الأدلة الدامغة، وما نقولش هذا قانون وكهو وقتها الحجة والبرهين. حتى في الدين انا في الدين لا اكراها، في الدين ما نجيش نتعسف على الناس باسم الدين، ما نجيش نقول هذا هو وتعدى كهو، نقول لا وقتها يلوجوا على مخارج ولوجوا على مداخل ويبوبوا زي ده حتى يحبوا عليه ويشوفوا الحاجة اللي تمشي معاهم معناتها، فهمت على القياس يعني، فهمت. وقلت بكري أنه قالها في القرآن، يقول لك من جعل إلهه هواه، الناس اللي حكموا الهوى متاعهم ويصبح هذاك القانون، هذاك رب العالمين، هذاك الرب اللي يسن لهم القوانين. أنا أقول بعيدا على كل إنسان، من يريد أن يؤمن ليؤمن ومن يريد أن يكفر فليكفر، حرية مضمونة لكل الناس، مشني من نفرضش على الناس الدين ولا التدين، لكن نقول هالمجتمع ذايا شنية القوانين اللي تحكمه، ضروري نتفق على قانون واحد يحكم كل علاقاتنا، إذا نحب نغير القانون
خلي المجتمع الكل مش بعض القلة يحاولوا يغيروا القانون ويحاولوا يشوهوا القانون الجماعي اللي يحكم المجتمع هذا. هذا هو جهلنا يمكن بقانوننا وجهلنا بديننا. وإحنا عنا نعمة باش ننهي كلامي في هذا، عنا نعمة في الدين الإسلامي أنه ما عناش كنيسة، ما عناش رجال دين، مش موجود رجال مسؤولين عن الدين. فما علماء دين لكن فمش كيما عند المسيحية رجال هم مسؤولين عن الدين. على كل واحد، على كل واحدة، كل مسلم ومسلمة أنه يمشي يبحث في دينه، يمشي يحل كتاب رب العالمين كتاب القرآن ويبحث عن حقوقه وعن واجباته. علينا أن نتفقه في ديننا وما نوكلش ديننا إلى، لأنه فما كثير رجال يسميوا أنفسهم رجال دين وهم يغالطوا لأنه ماشيين بالهواء زاد هما، ويستغلوا دين الإسلام أو اسم الإسلام باش يشوهوا الإسلام. فما ناس يتكلموا باسم الإسلام وهما أكبر أعداء الإسلام. ضروري أنه كل واحد مسلم ومسلمة يمشي هو يبحث في دينه، يبحث عن الصحيح وعن الخطأ في الدين. يعطيك الصحة أستاذ فيصل، مشكورة مدام كوثر، فعلا هي أثرت نقطة مهمة برشا. بعد شوية نرجعوا لها بالأكثر للنقاش. وقت اللي تقول أنه ما فماش حملة تحسيسية للتحسيس وإلا للتوعية بالميراث وباش نوعي وخاصة الأطفال والشباب بالموضوع هذايا، احنا مازلنا مواصلين في استقبال تليفوناتكم على 70 35 120. مرحبا بكم، ما تبدلوش الموجة، خليكم برونشي معنا شوية. زال مواصل معكم من توا حتى للأربعة متاع العشية. بدينا معكم من مشوار من ماضي ساعتين، موضوعنا لليوم هو الميراث. كنا استقبلنا تليفوناتكم وسمعنا بعض الشهادات بين اللي يقول أنه حتى التوزيع غير العادل للميراث ما تسببش في خلافات عائلية، واللي يقول أنه التوزيع هذا الغير عادل بين الأخوة وإلا بين أولاد العم وإلا بين العائلة الموسعة يتسبب في خلافات. هذا الكل يرجع ديما لطبيعة الشخص أستاذ فيصل. أكيد، وهو الآخر متدخلة أشارت بسرعة وما ما توسعناش فيها مسألة التربية في العائلة مع الأطفال، كيفناش بعض مرات حب والتملك عند بعض الأطفال حتى في اللعب، هذه متاعي ومش متاعك. صحيح. كيفناش نعلم الناس يتقاسموا والمتعة باللي يتقاسموه تكون نفسها. لو استأثر بالحياة كيفناش يتقاسموا ما خيرات الله الموجودة بيناتنا. لو نعلم أطفالي يتقاسموا الأشياء بين بعضهم يخرجوا بقلوب متسامحة، ويمكن حتى الميراث ما يقعش فيه إشكال. يعني أستاذ إذا كان الأطفال من صغرى نعلمهم على إنهم يتقاسموا حتى مثلا حاجة صغيرة وبسيطة ما بينت، حتى كعبة حلوة، حتى كعبة حلوة يقسموها مع بعضهم، فين بعد باش نلقاو جيل يحترم نعلمهم قلوب كبيرة بصفاء، يعني على قلب صافي. ما يعلمهمش ثقافة الجوع، ثقافة هذه ليلي حب التملك وثقافة التملك وحب الاستئثار بكل شيء. يمكن يخرجوا بمجتمع مسالم ويولي يفكر في باي الاخر قبل ما يفكر في بايو. معنا بالتليفون مدام السيدة تتفاعل معنا في الموضوع. مرحبا بك مدام السيدة. الو عسلامة. مرحبا بك على موجات الحياة تفاي. عايشك، مرحبا بكم وعسلامة. وعسلامة استاذ. عسلامة، مرحبا بك. يعيشك يا سيدي. موضوعنا مدام سيدة اليوم، كنت تسمع فينا الميراث اليوم اللي قاعد يتسبب في مشاكل وخلافات بين العائلات بين الأخوة زيدة، عندك تحب تعطينا رأيك في الموضوع وإلا عندك استفسار الأستاذ فايس؟ أي صحيح والله، هو الميراث يعني هكا من رأيي كونه يبدأوا متهمين من الأول، من اللي هو حي وربي يحيينا كل سنة بخير. آمين. كل واحد ياخذ بايت، خاطر بالحق في مجتمعنا توا راهو برشا عائلات كيتوفاو الاباء ولا الامهات وبيقسموش وهو حي، يبداو سبحان الله يتعاركوا تخش عليه باش يهزوا معاهم حاجه ما نعرفش، هو في الاخر راهو ما تم حتى شيء، ما تهز كان فعلك. اللي ذا المفاهمه باهيه صحيح، هو حي بشقى ربي
بالمفاهمة مع العودة ديما للنص القرآني مدام سيدة. أكيد أكيد ماله هو قبل المفاهمة حتى هذا كنقوله بالمفاهمة. أنا باش نفسر كلمة مفاهمة هي بالرضا أكثر منه بالمفاهمة، لأن المفاهمة مش تفاهمنا ولا أخر كيفاش باش نقسمه. مفروض نخضعوا لنفس القانون اللي قال به رب العالمين. إذا نخضعوا لنفس القانون ما عادش فما مفاهمة، فما عادش فما حوار، ما عادش فما معناها جان تفاوضوا شكون ياخذ كذا وشكون ياخذ كذا. لا، نحكم رب العالمين ونقول أن الدنيا ذي فانية، كيفناش نترفع نترفع على على على, على الجوع. ونعرف عائلات ثم اللي لابس عليهم وثم القليل فيهم أكل اللي لابس عليهم يعطيهم للقليل أكثر من حقه، فهمت؟ هذيك نحكي المفاهمة بين بعضهم. هذه الصدقة واردة، أما بالأساس الميراث يقع بقانون رب كما سطر رب العالمين، وبعد اللي يحب يتصدق من بايو هذا شيء آخر. أنا هذه سعة النفس كما قلنا، يولي يخمم في باي الآخر قبل ما يخمم في بايو، لأن إنسان ما تولي قلبه فارغ من الطمع ومن الجوع ويقول رب العالمين هو اللي يغني، رب العالمين هو اللي يعطي، مش بابا مش يعطيني إيش مش نعيش، رب العالمين هو اللي مش يعطيني. هذا هو، لو نحط ربي في لو ننساو ربي نولي ونغوره حتى على باي الجار، مش الخو بركة. وهذا اليوم موجود هو وعلاش تربى من الصغرى زادة. هذا هو، بارك الله فيك. هذا هو يعيشك ربي يعينكم على على الكلمة اللي قلتها، الكلمة اللي قلتها علاش تربى من الصغرى، هو هذا مربط الفرس لخصت كل شيء. يعطيك صحة مدام سيدة، إن شاء الله أنت في تربية أطفالك تعتمد هالطريق هذية وإلا الاستراتيجية هذية والاعتماد ديما للنص القرآني والرجوع للنص القرآني في مختلف المواضيع، مش كان في موضوع الميراث، هو موضوع الميراث موضوع من المواضيع هذية. قبل ما نرجع معك أستاذ فيصل للنقاش اليوم، الحضور النسائي قوي برشا في المداخلات، تقريبا 3 مداخلات هما للنساء، ما شفناش وإن شاء الله ربي يفضل النساء، ربي يفضل، لأنه للحقيقة وقولها بجد ومش مسألة تحيز. النساء في مجتمعنا عندما تضعف الثقافة وعندما تضعف المجتمعات، عندما تضعف الثقافة، الحاميات للحق والحاميات للمبادئ هم النساء. أنا نقولها بتحيز نفس الكلام تاعك أنت، ما نقوله بتحيز للنساء. أنا من موقعي ما نجمش نقول بتحيز ونقول شهادة حق، أنه أنا أملي بالنساء في مجتمعنا العربي الإسلامي، أملي بالنساء مش بركة في تونس، في كل المجتمعات العربية، في الجزائر، في ليبيا، النساء حاملات وحافظات لتقاليدنا وقيمنا وقواعد حياتنا أكثر من الرجال. للأسف النفس أمارة بالسوء، لما تضعف الوعز الديني يضعف، تتغول النفس الأمارة بالسوء. تذكر الآية، خلق النفس فسواها فألهمها فجورها وتقواها. وقلناها في أكثر من موقع أن الكلام ذي الآية ذي توافق ما يقول اليوم المدارس علم النفس، أنه داخل النفس البشرية هناك طاقة حياة لليبيدو، وهناك طاقة مضادة للحياة. معناه الإنسان تتصارع منذ الولادة طاقتي حياة، طاقة إيجابية وطاقة سلبية. الطاقة السلبية هي طاقة الفجور، النفس أمارة بالسوء. فما طاقة الفجور يمكن تستحوذ على حياة الإنسان وتسير له حياته، يصبح متلهف جيعان، رغم اللي عنده برشا فلوس تلقاه جيعان. وكما قالها المرحوم اللي كان يحكم فينا، قالوا له عائلة الطرابلسية قاعدين يتغولوا وياخذوا في مال غيرهم، قال لهم يكفيهم الجوع اللي عاشوه. معناه الآن كانوا مش يعوضوا الجوع اللي عاشوه باش يولي يغوروا على مال الغير. إذن النفس البشرية لما تتحكم فيها الطاقة السلبية، يولي يغور على باي الأقرباء، يولي يستأثر لما فما تركة وورثة مش يقسمها،
يستأثر ما هو أحسن ما هو فيها المنطقة متاع الغنيمة أستاذ. الغنيمة يستأثر ما هو أحسن في الغنيمة دي كما تقول مدام اللي دخلت معنا من الأول تقول أنه في تقسيم الميراث هم أخذوا الأرض الباهية واعطوهم الأرض البور هذه مثلا عينة صغيرة من أكيد وهذه النفس الأمارة بالسوء والنفس لما نتركها لذاتها لو نفسي نتركها لهواها أكيد مش تستحوذ وإحنا جايين مقبلين على رمضان رمضان رب العالمين حط سره في أنه نهذب نفسنا نمشيش مع شهواتنا أنا في تركيا تركها الوالد فيها أربع أشياء نفسي تشتهي ما هو أحسن نقول لا لضروري نكبح نفسي وما نخليهاش تستأثر بما هو أحسن ما نخليهاش تستأثر بما هو ظالم للآخرين كيف ندرب نفسي وهذا رمضان مجعول مفروض ل 12 شهر في العام كيف أكبح نفسي ودربها على أن تكون عادلة ما تظلمش لأنه ظلم رب العالمين ما يحبوش أنه كيفناش نسهر على أني نخلص ذمتي في الدنيا قبل ما نخلصها يوم القيامة ما يكونش عندي باش تخلص نهار القيامة إلا النار إذن كيفناش نعطي للآخر بايو وحقه بالكامل وأوفى باش أنا نخرج منها سالم من الدنيا ذي هذه أشياء راني كي نعمل الشيء ذي نعملوه لأنفسنا مش نعملوا فيه للآخر يقول لك الإنسان فرط في باي فرط في حقك الآن وخلص مع حق الآخر خير من نهار القيامة ما تلقاش باش تخلص هذه هي لو نتعظ ونأدب نفسي على التواضع نأدب نفسي على ما تتغولش ما تشبعش ما تغورش على الآخر خاصة منطق الغورة هذا منطق الغورة ولا موجود برش هذا والغش مش بركة الغورة والغش وآخر حاجة يمكن آخر حاجة ولكن من الأشياء اللي ابتليت بها مجتمعاتنا العربية الإسلامية الجهلة نقول ما عندهاش علاقة بالدين هو أنهم يحرموا الإناث من الميراث وليت قاعدة اليوم معناتها للأسف وليت قاعدة وهذا أكبر ظلم أكبر ظلم لحرمان حد يقول لك رب لا يحرم وارث من إرث هذا أكبر ظلم وراو اللي يحرم اللي يتبع القاعدة ذي يقول لك ذي أنثى مش مشكل ما تورثش أنا ما تورثش ولا نعطيوها شوية هكاكة لباش ما تمشيش للراجل راجل بنت هذا أكبر ظلم ورب العالمين مادام مش ظالم ليس بظلما للعبيد هذا ما يباركش للي يحرم أنثى من إرثة ما يباركلوش ربي في الإرثة اللي ورثه ونعلمه ونرجع القرآن النص الديني يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء ما تظنش أنه أنت لأنك راجل لأنك باندي تستحوذ على الملك لأنه الملك هو ملك رب العالمين مش ملكك وإذا استحوذت عليه بالقوة مش تأخذ إثمه ما غير ما تستنفع بإيجابيته إذن خلينا نتواضع ونحاول نخرج من الدنيا دي سالمين نعطيه حقوق الناس وناخذ حقوقنا وناخذ حقوقنا زيدة هذه هي ونبعد أنا قبل ما نوصل إلى الضغينة اللي تبقى في القلوب حتى أحد المدخلات قالت خذوا أعطوناش حقنا اليوم نستقبلوهم صحيح ونسأل عليهم لكن حتى ولو اجتماعيا بينت الضحكة في استقبال الآخرين فالقلب يبقى حاجة خلينا نصفيه القلوب خلينا نضحيه بها متاع الدنيا وسخ الدنيا المفيد أنه القلوب تبقى سليمة القلوب تبقى تسودها المحبة وسخ الدنيا ذي يمشي ويزول مهما على ومهما كان زاد مهما كانت قيمته مهما المادية راو فما ناس ونتعظ من اللي حاولنا قداش من واحد مات وترك اللي استحوذ عليه وغار عليه تركه وراه خلاه وراه هو مشى للقبر بلا شيء مش يمشي بإثمك اللي استحوذ عليه وبالحرام اللي تحوز عليه ويمشي للقبر يهز معاه الإثم برك واللي استحوذ عليه جورا وعدوانا يخليه وراه يستمتع به غيره إذن خلينا كل واحد يخمم في نفسه شوية
يخمم أنه صفحته تبقى بيضاء، أنه يقابل رب العالمين وهو مستوفي حقه، أعطى حق الناس وخذا حقه. ومهما كانت الادعاءات، راي فما يوم حساب مش نحاسبه به في كل هالأشياء ذي. آخر كلمة للي يمكن إنسان عاش وضع في عائلة عاش أنه كلاو له حقه ما عطاوش حقه، نقول لو نحط رب العالمين في ذهننا، نقول اللي خذلك خبالك، أنه اللي خذلك حاجة، إذا نأمن برب العالمين أنه رب العالمين لازم يعوضك في صغارك في مالك في أجرك. إذا ما تخليوش قلوبكم يسكنها الضغينة، تسكنها الحقد، يسكنها الكراهية، خليوا دائما قلوبكم صافية. وأنا أكيد إيماني برب العالمين أنه رب العالمين ليس بظلام للعبيد، وأنه يعطي حق وينصف كل إنسان في الدنيا، كانت امرأة ولا راجل. إذا خلينا قلوبنا مفتوحة وما نبقاوش في سبب وسخ الدنيا نسود قلوبنا، الله معافينا، والله إن شاء الله يبعد علينا هذا، ويخلينا نستقبل أيامنا القادمة بقلوب سليمة، بقلوب تملأها المحبة وسخ الدنيا كما قلت رب العالمين ينجم يعوضه. أكيد. يعطيك صحة أستاذ فيصل الكعبي المختص والمعالج النفسي، بكلامك هذايا نوصل ختام حصتنا لليوم منتدى الحياة. مشكور أستاذ فيصل حضورك ديما معانا، الموعد يتجدد معاك إن شاء الله الاثنين الجاية، باش تكون عنا مواضيع خاصة بشهر رمضان، دونك تابعونا من الاثنين للخميس. الموعد زاد غدوة يتجدد معاكم في منتدى الحياة. كنت معاكم سيوار بن حميدة بن قدام الميكرو، نشكر شاكر الشيحاوي وأحمد الشفار في الديجيتال اللي أمنوا لكم هالبث المباشر هذايا، نجموا ترجعوا لفيديوهاتنا وتتبعوهم الكل. وأكيد آمنة أبو خيط اللي ديما حاضرة معانا في التكنيك واللي قاعدة تأمن زاد هي في البث تيلة الساعتين هذوما. تابعوا بقية برامج الحياة فيم جوك على 93 من الأربعة حتى للستة، برشا ربح وبرشا مسابقات تستنى فيكم، ما تبدلوش الموجة ديما، خليكم برانشي على 93. منتدى الحياة، منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية،